هتسيبيني واقف كده على الباب؟ لا بس انا عمري ما تخيلت انك ممكن تجيلي البيت. كنت عاوز اتكلم معاكي. كنت اتصل بيا. طيب خلاص همشي. لا لا مش قصدي. اتفضل اتفضل. اتفضل. اكيد يعني في حاجه مهمه قوي خليتك تيجي لحد هنا، واكيد انا كمان مهمه عندك يعني عشان تيجي وتتكلم معايا وتجيلي البيت من غير حتى ما تكلمني في التليفون. كنت هتقولي لا؟ لا على ايه؟ ان اجيلك. يعني انت عارف ان انا كنت هقول لا. سلين انا قعدت ادور على اي حد اتكلم معاه وافضفض، ما لقيتش غيرك. بخاف منك. الرجاله اللي بتقول كلام حلو دي تخاف منها، والراجل اللي لسانه بينقط عسل ده يتخاف منه قوي. الدنيا علمتني كده. حتى لو كان من قلبه. اللي في القلب بيبان في العين ولا ايه؟ واضح ان انا ضيف تقيل عليكي. بقول لك ايه، انا احسن واحده في الدنيا تعمل شاي كشري. اوعى يغرك يعني عشان انا عشت بره نسيت والكلام ده. لا ده انا لحد دلوقتي اكتر اكله بحبها هي طبق الكشري. عارفة كلامك ده بيخليني أحس إن الحياة حلوة. ما هي الحياة حلوة فعلا، بس لو إحنا عايزين كده. يلا أنا هقوم أعمل لك كوباية الشاي عشان أنت ضيف عندي المرة دي، هعمل معاك الواجب. بس المرة الجاية مفيش أي زيارة من غير ميعاد قبلها، مفهوم؟ تمام يا فندم. ماشي يا فندم. ايوه يا سما انت فين؟ ما بترديش ليه؟ قلقتيني. جايه فين؟ عندي؟ طب يلا هستناكي. يلا معايا. تعملي ايه؟ لازم انزل حالا، هروح اعمل له محضر في القسم، هعمل له محضر تعدي عليا بالضرب. والله ما انا عارفه اذا كنت اسيبك ولا امنعك. تمنعيني من ايه؟ تمنعيني من اني اخد حقي؟ على فكرة أنا لو سبته بقى هيعمل فيه أكتر من كده. أنا مش قصدي. ما تقصدي إيه؟ قصدك يعني إن أنا أقعد بقى أفكر إزاي أتفاهم معاه وإزاي أتكلم معاه بالراحة وأعمل فيها بنت ناس وراح أقول له أنت جنتلمان، ما ينفعش تعمل كده، أنت راجل محترم؟ لا أنا قصدي يعني نقول لرماس هانم علشان هي. علشان إيه؟ علشان كل مشكلتك إنك خايفة عليها، خايفة لا يروح يعمل فيها حاجة لما يعرف إن أنا رحت عملت له محضر في الاسم، مش كده برضو؟ انت عندك حق في كل اللي بتقوليه، بس انا خايفه من حاجه تانية خالص. ايه هي بقى؟ انا خايفه ان هو يأذي رماس هانم. والله دي مش مشكلتي ماما، مش مشكلتي خالص. اصلا هي اللي غلطت وهي اللي عملت فينا كل اللي بيحصل ده، يبقى تتحمل غلطها. انت هتعملي ايه؟ هكلم رامز، هو الوحيد اللي هيفيدني في الموضوع ده. هتعملي ايه لو جه يوم وبناتك عرفوا ان انت اللي قتلتي ابوهم؟ ازاي ما اخدتش بالي اني سامي ده حقير؟ ازاي خلاني اصدقه واسلم له نفسي واحط روحي في ايده؟ وبعدين هخرج ازاي من المصيبه دي؟ يا ترى اللي بيحصل لي ده ذنب كمال ونريمان وابنهم اللي قتلته وهو لسه روح بريئة؟ يا ترى العذاب اللي أنا دلوقتي بقيت متأكدة إني هفضل عايشة فيه يستحق كل اللي عملته ده؟ يا ترى أنا بجد كنت خايفة منها ومن اللي هتخلفه عشان هيورث مع بناتي، ولا غيرتي منها هي اللي قتلتها وقتلت كمال، ولا أنا اللي كنت كارهة حياتي معاه وكنت عايزة أغيرها بأي طريقة حتى لو بالدم؟ بالدم يا رماس، بالدم. أنا
ايه بقى؟ المحضر اللي اتعمل ده كان مهم على فكره. طب هو ده كده هيخليه ما يدخلش سراي تاني؟ لا، ما هو في الاول وفي الاخر ده جوز مامتك يعني. ربنا ياخده، ده كان هيموتني. موتك يعني، انا اللي هموته. هو انا بقول لك كده سلام عشان تقولي كده؟ انا بقول لك كده عشان نشوف حل اللي احنا فيه. اكيد في حاجه ورا كل ده على فكره. ايه؟ ايه قولي؟ ابي ايه؟ ايه اقول ايه؟ واطي. هو لازم يكون في سبب يعني اللي بيعمله؟ عندك حق. طب انا عايز افهم يعني اخره المحضر ده ايه؟ مش فاهم. انا عايز اسجنه، انا مش عايز اسيبه. لا، اخر ده على فكره هياخد تعهد بعدم التعرض. مش فاهم. يعني لازم نحل الموضوع ده من جذوره. يبقى الست والدتك. اللي هو ايه بقى الحل ده؟ انها تبعده عن الشركه والسرايا وعنكم، ويبقى التعامل بينها وبينه بس. على فكره بقى ماما لازم تتطلق منه. اصلا انت مش فاهم ده بيعمل فينا ايه؟ ما هي تقدر تعمل ده على فكره، عايزه تقولي لي انه ما دام ريماس هاني ما تعرفش تعمل ده. ما حتى لو كان الطلاق صعب تخلعه. كلامك معقول على فكره. مكتب سامي ده؟ اهو يا فندم. اقول له مين؟ يا استاذ. يا استاذ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. مالكش دعوه لا بسما ولا بيا. انت جاي تهاجم عليا في مكتبي؟ انا داخل الزباله ده هنا. طلعوه بره. واديني لفرجك. انت بره. والله العظيم لفرجك. اوعوا. كل قرف. اعمل ايه؟ هقتله؟ اضربه بالنار واخلص؟ أخرج من المصيبة دي إزاي؟ أنا حتى ما بقاش عندي عيلة يخاف منها. طب أقول إيه للناس؟ أقول لهم اتجوزت حرامي، ضربني أنا وبناتي وعايز يسرقني، هيشمتوا فيا، هتبقى سيرتي نكتة بين الناس، شغلي هيبوظ، مش هقدر أوري وشي لحد بعد كده. عملت في نفسي كده، ضيعت بناتي.